الفقاعة العقارية تهدد ثلاث مدن حول العالم، فما هي هذه الفقاعة وكيف تحاول الحكومات الحد منها؟ الفقاعة العقارية هي ارتفاع سريع بأسعار العقارات في منطقة ما بشكل كبير لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، ثم تنخفض بشكل حاد قد يسبب إفلاس المستثمرين وأصحاب المنازل. تحدث نتيجة توسع الإقراض البنكي دون ضمانات ائتمانية كافية، فيتلوها العجز عن السداد، والذي قد يؤدي إلى إفلاس بعض البنوك وإغلاقها. حالياً تواجه ثلاث مدن عالمية خطراً مرتفعاً لتشكل فقاعة عقارية. جاءت ميامي الأمريكية في المرتبة الأولى وفقاً لمؤشر UBS السنوي، حيث ارتفعت أسعار العقارات فيها نحو 50% منذ نهاية 2019. تليها العاصمة اليابانية طوكيو، ثم زيورخ في سويسرا. أما الحكومات فتتخذ عدة إجراءات للتصدي للفقاعة العقارية والحد من تأثيرها، كتنظيم القروض العقارية وفرض الضرائب على المضاربات العقارية وإنشاء هيئات رقابية لمراقبة الأسواق العقارية والتدخل عند الضرورة لمنع تشكل هذه الفقاعة.